السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقاء وشركاء قناة الحكايات والاستشارات القانونية، أهلا وسهلا بكم. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها فأنت وليها ومولاها. وندخل في الحكاية على طول بدون مقدمات. أنا عايز أسافر. السؤال ده بيتسأل بيه كتير، حد يقول لك أنا عايز أسافر أعمل إيه؟ عشان نجاوب على السؤال ده، ولو حابب تعرف ازاي تسافر وايه الطرق اللي انت تقدر تسافر بيها وايه ابسط واسرع والطرق اللي هي تكون ذات جدوى بالنسبة لك وتكون مضمونة وتحقق لك عائد وتحقق لك مردود معين وتستفاد منها على المستوى المادي والمعنوي، يا ريت تتابع الفيديو للنهاية. وفضلا وليس امرا، يا ريت تدعمنا بالاشتراك في القناة عشان نقدر نتواصل ونقدر نستمر ونقدم كل الحكايات القانونية اللي تهم كل الناس، كل القطاعات، كل أي حد معني، يعني القانون داخل في كل المجالات في حياتنا. ففضلا وليس أمرا، يا ريت يا ريت تدعمنا بالاشتراك في القناة. ندخل في الحكاية. طبعا مفيش حد النهاردة ومفيش بيت من البيوت إلا وفي حد أو اتنين بيدور على فرص عمل أو عاوز يشتغل او خاصة عاوز يسافر بره. طبعا الحلم الامريكي والحلم الاوروبي ده بيراود يعني افكار جميع الشباب، وخاصة الفئات او الاعمار اللي هي لسه صغيرة. طيب انا عشان اقول ان انا عاوز اسافر، طبعا انا خدت قرار ان انا اسافر، طيب لازم احدد المكان اللي انا عاوز اسافر بيه. يعني انتهى قصة ان انا اقول اسافر اروح حرب نفسي في البحر، دي ما عادتش الا اذا كنت انا ما عنديش يعني مش باقي على نفسي اروح ارمي نفسي في البحر. لا، انا دلوقتي بحدد المكان اللي انا عاوز اسافر، ما بحددلكش دولة معينة، انا بتكلم عاوز اسافر. خلاص قررت السفر، حددت المكان، اشوف المكان اللي انا او الدولة اللي انا هسافر فيها ايه الاحتياجات اللي هي طالباها، ايه المهن، ايه التخصصات المطلوبة. طيب عرفت المكان وعرفت التخصصات، انا بقى نفسي انا عندي ايه تخصص اقدر افيد بيه او اقدر استفيد من الطلب، لان سوق العمل هو عرض وطلب، في طلب على وظائف وتخصصات معينة بيبقى مطلوب وفي عرض موجود، فانت لازم تتواكب مع سوق العمل، سوق العمل عاوز ايه وتقدم له. ما ينفعش يكون العرض المعروض من التخصص كتير وانت تروح تشتغل او تروح تتعلم المهنة. خلاص احنا عرفنا ان الدولة او المكان اللي انا عايز اسافره ده طالب مهنة معينة ايا كانت، مهنة محاسبة، مهنة قانوني، مهنة طبية، اي مهنة فنية. حتى انا دلوقتي اقعد على نفسي. طبعا عندنا مشكلة بالنسبة للتعليم انه هو مفيش موازنة ما بين سوق العمل، مخرجات العمل وسوق العمل، فبتلاقي المهندس بيشتغل شغلانة تانية، خريج القانون بيشتغل شغلانة تانية، خريج الآداب بيشتغل شغلانة تانية. أنا خلاص خلينا على جنب، وإحنا ولاد النهاردة بنقول نقطة ومن أول السطر. أنا أقدر أتعلم إيه حرفة، أتعلم إيه صنعة عشان أقدر أشتغل بيها. هل اسال نفسي سؤال، هل انا هتميز في المهنه او الصنعه او الحرفه دي؟ لان عشان تروح تسافر بره لازم بيعملوا لك اختبارات معينه، لازم تتحط تحت اختبارات معينه، واحد اتنين تلاته، انت هتشتغل ايه؟ انت هتفيدنا بايه؟ انت هتعمل ايه؟ ايه الشركه او المؤسسه هتستفادوا من سعادتك لما تيجي تشتغل؟ فلازم تكون حاطط كل النقاط دي في دماغك. يعني خلاص حددنا المكان، عرفنا الاحتياجات، عرفنا احنا نقدر نشتغل ايه. قصة ان انا اروح اشتغل اي حاجة دي ما عادتش، ان انت تقول انا بس اسافر بس انا اطلع، هو السفر كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني لو ما تقدر ما تسافرش، خاصة في الايام دي بلاش. لكن انت خلاص قررت وعاوز تسافر، خلاص انا عندي مهنة، عندي حرفة معينة بأوجدها اجادة، لان خلي بالك انت مش هتجيب الديب من ديله، كل المهن دي خلاص بقى تكنولوجيا دخلت في كل حاجة وما خلتش حاجة أصلا، يعني أي حد بيتعلم أي حاجة هو قاعد مكانه. طبعا الكلام ده أنت فاهمه كويس. يبقى خلاص أنا اتعلمت واتدربت وعندي مهنة أقدر أطلع، ما أطلع بره أشتغل بيها. خلاص أشوف مكان مشروع، أشوف مكان مشروع أحصل منه على فرصة عمل عشان ما يتنصبش عليا. بلاش الإعلانات الموجودة
اعلانات شركات فلانيه، مكاتب سفريات، عندنا تاشيرات، تعال هنديلك، تعال نعمل لك، فيش الكلام ده كله. حضرتك ممكن تتواصل، انا انصحك بلاش مكاتب سفريات ولا غيره، لان الا من رحم ربي. كل شركات، كل الناس اللي طالبه فرص عمل، طبعا انا بكلم ناس عايزه تروح تشتغل، سيبك بقى من قصة الحسابة بتحسب الخمسة جنيه وفيلم النمر الأسود والكلام، الأفلام العربي اللي احنا كنا بنشوفها زمان دي اتلغت، مش على الحقيقة على فكرة، مش موجودة. فاحنا أنا بكلمك في واقع وبنقل لك تجارب ناس تانية قبلك خاضتها بسنوات، بديها لك في 5 دقايق أو 6 دقايق. فأنت سعادتك بتدور على المكان اللي تاخد منه فرصة عمل، خلاص أشوف عقد عمل بنفسي، اشوف عقد عمل فيه شروط، فيه التزامات، فيه واجبات، فيه الاجر، فيه اجازات، فيه كل ما يتعلق بالعمل، اقدر ان انا اتعامل مع جهة رسمية عشان تقدر ترجع لها لما يحصل حاجة. وان كنت انصح في الفترة دي بلاش تفكر في السفر في الفترة دي بالذات، لغاية ما يعدي فترة الكورونا وفترة الوباء العالمي، لان كل دولة من دول العالم حاليا دلوقتي قافلة على نفسها وحاطة شروط وقيود معينة عشان تتحد من الوافدين يقولها. فاللي انا يعني انصحك في الحكاية بتاعت المرة دي ان انت تشتغل على نفسك، تحاول تطور نفسك، حاول اتعلم حرفة، اتعلم صنعة. خلاص دلوقتي قصة الشهادات دلوقتي اتلغت، اذا ما كنتش عندك حرفة وصنعة تقدر تطور بيها نفسك وتفيد بيها المؤسسة اللي انت هتشتغل فيها، ما تفكرش في السفر. يعني ما تفكرش في السفر، انت ممكن حتى لو قعدت في مكانك في بلدك ممكن تشتغل في مجالات كتيرة. طبعا حد هيرد عليا يقول لي انت بتحلم وانت بتتكلم في العالم الخيالي، ولا ما يعرفش يقول عدس، اقول لك لا، في ناس موجودة في مصر وناجحة وشغالة وما شاء الله عليها، وأحسن كتير من ناس سافرت بره البلد. فقبل ما تاخد قرار السفر لازم تكون مخطط كويس، لازم تكون مخطط كويس. ما يروحش أقول هسافر تروح فين؟ ما هو خلاص دلوقتي بيشتغلوا أمن، أنت آخرك هتشتغل أمن، لأن أنت ما تعرفش تشتغل حاجة تانية غير إن أنت ما عندكش الصنعة، ما عندكش، ما درستش فكرة السفر نفسها. فلازم قبل ما تفكر في فكرة السفر لازم أشوف المكان اللي أنا رايحه ده، أشوف قوانينه. ده ما يمنعش إن أنت تشوف العادات والتقاليد بتاعة البلد عشان تتواكب معاه وعشان ما تصطدمش، ولازم تتأقلم مع الوضع والعادات والتقاليد بتاعة البلد. يعني ده كمان اللي ممكن محدش قاله لك، ان انت خلاص اروح اسافر وخلاص، لا، ما عادش دلوقتي البلد، العالم كله بقى فيه وباء منتشر وبقت فيه تدابير احترازية وبقت فيه مشاكل صحية موجودة في العالم، فما بيقبلوش اي حد، ما فيش اي حد كده بيروح يقول اروح اشتغل عشوائية كده، ما تنفعش. فاللي عايز اوصله لك من الحكايه ان انت اشتغل على نفسك كويس قبل ما تاخد قرار السفر، لازم تكون درسه كويس من جميع النواحي عشان مفيش حاجه تقع منك، لان لو حاجه وقعت منك هتبوظ كل احلامك. وفضلا وليس امرا، لو في اي شيء يتعلق بعقد العمل سواء في الخارج سواء في الداخل، اي مشكله قانونيه، اي استشاره قانونيه، احنا حاضرين وتحت امركم، وريت تدعمنا بالاشتراك او تسيب لنا تعليق عن اي موضوع او استشارة انت حابب ان احنا نشتغل فيها او نتكلم فيها، احنا حاضرين وتحت امرك. وفي نهاية الفيديو، ربنا آتي نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها فانت وليها ومولاها، ودمتم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.